مشاهدينا ومتابعين روتانا موسيقى ومتابعين ستارزاند كارز، احنا ما زلنا معاكم موجودين في الكويت. راح نكون مع نجوم من الكويت وايضا بسيارات من الكويت. يمكن راح تقولون منو نجمنا الليله، راح تعرفون بعد ثواني. مفروض يكون نجمنا موجود، بس خلوني اتصل عليه. الو الو، يا هلا يا هلا. اهلين. اهلا وسهلا. شلونك؟ تمام. شلونك؟ تمام الحمد لله. خليني ازعل من اول حلقه، احنا متوعدين نكون على الموعد هني مع بعض. وينك؟ وين انا؟ وين أنا للحين نايم بالبيت. انت بالبيت؟ اي. زين انا ومشاهدي روتانا موسيقى ناطرينك، المفروض كلهم يعرفون من نجمنا الليله. بعد عمري عزيزه وغاليه وكلكم على العين والراس، وكان يعني طالع عليك، انا موجود من زمان. يا هلا هلا فيك. يلا يلا تعال. يلا سيارة غريبة وبابي غريب، واكيد نجمنا الليلة خالد الرندي. خالد ميامي يا هلا فيك، اخبارك؟ صار بخير؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير. على بالي تاخرت عليك. لا ما تاخر، انا مواعيدي صح. مواعيده على الصح، وطبعا سياراته على الصح. بتشوفون شيء اليوم ما شفتوه من سيارات خالد. بعد عمري يا اخي. منو؟ بتعرف. هذه كرايسلر. كرايسلر؟ اي. هي كانت كذي اسمها 300 سي. قاعد يعلمني شيء جديد من السيارات. هي مو كذي بالوكاله. خذيتها انا لونها ابيض. وطبعا الانتيريور من داخل مو كذي، غير بعد. انا احب اغير السيارات. واضح تحب تغير السيارات. هني كانت هي كذي بعد؟ لا هذا كله غير، كله انا مغيره هذا. شلون كانت؟ شلون صارت؟ يعني احنا قاعد نشوف انه اكيد تغيير كبير صح؟ شلون كانت؟ اي هذول الرنجات 22. وطبعا الباب ما يطلع لفوق، ومن داخل غير نفس ما قلت لك، وحتى من قدام. انت مغير فيها بعد من هي؟ اي من قدام مغير، هذا مبدله كله شايله وحاط واحد جديد. انت الاشياء انت ضايفهم صح؟ اي كله كله، هذا من داخل الالوان غير، حتى من ورا. انت اللي مغير. هذا شو اسمه؟ سكنات، ما شيء شو اسمه بالانجليزي ما ادري. اوكي سكنس. شو اسمه؟ هذا هو غير. اوكي. وطبعا ايش كذا تاخذ منك وقت على ما تغير فيها؟ والله شوفي خليني اقول لك، انا اول ما خذيتها طبعا طلعتها من الوكاله، من وكاله جديده، بس وريتها الاهل قلت لهم شفتوها بيضاء؟ اي كان لونها ابيض. كان اروح وديتها الجراج اللي اشتغل معاهم، وهذا صبغتها من داخل وغيرتها، صبغتها قصدي من برا وغيرتها من داخل. كله يعني خذ على 20 يوم تقريبا. 20 يوم. قدرت تنطرها 20 يوم عشان تشوفها بلوك الجديد؟ اي الواحد ذا بشيء زين ينطر. تعال خلينا نشوف من هني بعد. طبعا انا اتوقع هذا المفروض ينفتح بعد كذا. لا هذا لا هذا صفقين بس. لا ابى اصدق كيف بصفق. راح ناخذ فيها تور؟ اي ناخذ تور. يلا تور. ما بتكتمل فرحتنا الا بمشوار بالكرايسلر. خالد هذه السيارة يعني تعتبر عندك السيارة اللي يوميا تستخدمها ولا؟ والله تقريبا اي يعني انا هذه اطلع فيها وايد يعني، وهم باقي السيارات على حسب يعني بر ما بر، اذا بروح بر ولا خط طويل ساعات ما اخذ هذه يعني، لان حاط لها رنجات. زين انت شنو اللي مغير فيها غير انه يعني بشكلها بالالوان داخل يعني، شنو بعد مغير فيها؟ شوف الماكينه ما جستها. الانجن يعني مال السياره ما جستها، بس قلت لك كشكل هذه السياره كشكل بس من برا قلت لك، ومن داخل يعني لو تشوفين من فوق حتى مغير فيها. حتى من هنا انا لاحظت انه ايه كل شيء مغير فيه. شفتها يعني قبل لا تسويها نفس ما هي الحين، نفس ما هي الوانها وشكلها وكذي؟ ولا تقريبا يوريك اياها؟ لا هو تقريبا انا قبل لا اروح لا احط فكره ببالي. ان ولا احط الوان ببالي، ساعات اروح هناك عندي انا اصدقائي نفس ما قلت لك، عندي اصدقائي يعني احنا كلنا جروب نحب السيارات وكذي، بس والله فاختار الالوان واحاول اركبهم مع بعض اشوف يصير حلو ولا شنو. عاده تسمع سيديز بالسياره؟ انا اشوف اول
انا اشوفه يعني احب الهندي، الاغاني الهنديه وايد احب الاغاني الهنديه. اغاني هالايام بديت اسمع تركي، اغاني تركيه، والاغاني الايرانيه وايد احبها، وانجليزي وكل شيء، بس اكثر شيء الهنديه. اه اوكي. وتعرف تغني هندي بعد؟ لا اسمع بس. خالد دائما عنده اخبار يطلعنا عليها. شوف احنا بسرعه نشك فيك بالبرنامج، يعني اخبار المعجبين والمعجبات. والله الحمد لله موجودين كلهم، وش اسمه بقص على هذا البلف هندي. ضاعت مشاعرنا وزادت مشاكلنا، واللي يزعلنا وين المحبة؟ طبعا احنا شفناك في فيديو الكليب اللي نزل بالفتره الاخيره، وحين عندنا اكيد على روتانا الفيديو كليب، حتى شفنا فيه سياره. اه لازم سياره. اللي كانت شنو هي؟ كانت سياره كانت اودي ار 8. احنا كنا مأجرينها من هناك لان التصوير بلبنان، فاجرناها من هناك. بنروح نشوف سيارة ثانية من سيارات خالد، بس بعد ما نروح نشوف كار اوف ذا ويك ونرجع لكم مرة ثانية. إنها نخبة النخبة، إنها السيارة الرياضية التي تم تحويلها إلى سيارة تجارية بامتياز، مع محافظتها على كامل خصائص الأداء الرياضي. إنها البورش كاريرا جي تي، بنيت على قاعدة سيارات الجي تي المشاركة في سباقات ليمانز الشهيرة. كل ما في الجي تي مميز، من الشكل الخارجي إلى الهيكل المصنوع بأكمله من ألياف الكربون، تماما مثل سيارات الفورميلا 1. أما القسم الخلفي الذي يحتضن محرك الفيتيل، فيمتاز بالجانح الذي يضبط تماسك السيارة وانسيابيتها. علبة تغيير السرعات في الجي تي عادية من 6 نسب، وهي من إنتاج بورش، تتناسب بقوة مع المحرك الجبار الذي ارتفعت قوته من 558 حصان في النسخات الأولى إلى 612 في النسخات الأخيرة. السرعة القصوى في الجي تي تقارب إلى 330 كيلومتر في الساعة. رغم ذلك يحس الراكب بأمان كبير لتواجد عدد كبير من المساعدات الإلكترونية مثل نظام الدي اس سي والتراكشن كنترول لتماسك أفضل عند المنعطفات.